السلام عليكم. الحرس الثوري الإيراني يعزز قوته البحرية بمعدات ومنظومات صاروخية بعضها لأول مرة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشفت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني يوم الثلاثاء عن معدات ومنظومات دفاعية صاروخية جديدة بخصائص فريدة. وأفادت وكالة ماهر الإيرانية بأنه تم تعزيز ترسانة القوة البحرية التابعة للحرس بمعدات ومنظمات دفاعية صاروخية جديدة، وتم ضم مجموعة مكثفة من المعدات والمنظومات الصاروخية والقوارب بقدرات وميزات عملاتية خاصة إلى المنطقة القتالية للقوة البحرية. وحسب الوكالة الإيرانية، من الخصائص الفريدة الجديدة للقوارب الراجمة للصواريخ والاستطلاعية للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري هي الديمومة والمرونة وازدياد سرعتها إلى 95 عقدة بحرية، إضافة إلى قابلية حمل وإطلاق الصواريخ. كما تتميز المنظومة الصاروخية الجديدة بزيادة المدى وبصواريخ ذات قابلية المناورة يصعب رصدها في الحرب الإلكترونية، إضافة إلى ازدياد قوتها التفجيرية والتدميرية قياسا بالمنظومات السابقة وفقا للوكالة الإيرانية. وأضافت أنه تم لأول مرة ضم غواصات ذكية إلى البحرية، وهو ما يمثل فصلا جديد للقدرة العسكرية في المهام. وأكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي يوم الثلاثاء أن إيران ستقطع أيدي المعتدين والأعداء. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.